خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا واسمعني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن النحاس. إنه ضروري لعمل الأعصاب ولتنشيط مقاومة الجسم. في المتجر الكبير نجد النحاس في العدس والقمح والشعير بقشرها، الكبد، المحار، القريدس والسمك. تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالنحاس. انظروا، النحاس موجود في العدس والقمح والشعير بقشرها، الكبد، المحار، القريدس والسمك. النحاس ضروري لتنشيط مقاومة الجسم. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا واسمعني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم نصيحة حلا.